حياكم الله. لما كنتم مشاهدينا الكرام، مرحبا بكم في الموجز الاقتصادي ياتيكم من قناة الرافدين. عدى رئيس رابطة المصارف الخاصة العراقية وديع الحنظل حرمان أكثر من نصف مصارف البلاد من التعامل بالدولار الأمريكي، مؤشرا خطيرا على الاقتصاد. وقال الحنظل إن العراق ما زال يواجه تحديات كبيرة على مختلف المستويات الاقتصادية، منها حرمان القطاع المصرفي الخاص العراقي من استخدام الدولار الذي تجاوز نصف عدد المصارف العاملة داخل البلاد. وأضاف أن هذا المنع بدأ يؤثر على الخدمات المصرفية داخل البلاد ويزعزع ثقة المواطن ويعرقل من توسيع نسبة الشمول المالية. حقق خام البصرة خسائر أسبوعية طفيفة للأسبوع الثالث على التوالي رغم تسجيل أسعار النفط العالمي مكاسب أسبوعية بنسبة 2%. وأغلق خام البصرة الثقيل في آخر جلسة له على ارتفاع بلغ 68 سنتا ليصل إلى 86 دولارا و13 سنتا، لكنه سجل خسائر أسبوعية بلغت 38 سنتا. هذا وأغلق خام البصرة المتوسط في آخر جلسة له على انخفاض بلغ 68 سنتا ليصل إلى 89 دولارا و33 سنتا، وبهذا سجل أيضا خسائر أسبوعية بلغت 44 سنتا. قال صندوق النقد الدولي في تقرير له إن مصر ملتزمة بمعالجة لجوء الحكومة إلى تسهيلة السحب على المكشوف من البنك المركزي وأنشطة القطاع العام خارج الميزانية. وجاء في التقرير الذي صدر بعد موافقة المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي على برنامج دعم مالي لمصر بقيمة 8 مليارات دولار، مشيرا إلى أن القاهرة التزمت أيضا بمعالجة نقاط الضعف مثل إقراض البنك المركزي للهيئات العامة. تراجعت أرباح الشركات الصناعية في الصين خلال شهر أذار الماضي، كما أدت إلى تباطؤ المكاسب لإجمالي الربع الفصلي مقارنة بالأداء في أول شهرين من عام 2024. ووفقاً للبيانات الصادرة عن مكتب الإحصاءات الوطنية، فقد ارتفعت الأرباح التراكمية للشركات الصناعية في الصين بنحو 4.3% إلى 1.5 تريليون يوان، أي ما يعادل 207 مليارات دولار في الربع الأول من العام الجاري وعلى أساس سنوية. وتعد تلك الوتيرة أقل من المسجل في أول شهرين من العام الجاري. أبقى بنك اليابان على معدل الفائدة دون تغيير عند مستويات تتراوح ما بين 0% و 0.1%. يأتي القرار بعدما جاءت بيانات التضخم في طوكيو عند مستويات أقل من التوقعات عن شهر نيسان، ليسجل التضخم الأساسي 1.6% مقارنة بالتقديرات التي توقعت 2.2%. وأكد بنك اليابان على أنه سيواصل شراء السندات بما يتماشى مع قرار شهر آذار. والآن هذه انتقالة سريعة مشاهدينا الكرام إلى أسعار صرف العملات الأجنبية وأسعار المعادن.
نهاية الموجز الاقتصادي بأمان الله.